بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في قراءات النهارده نفاجأ بنبوتين قالهم السيد المسيح. النبوه الاولى ان بيتكم يترك لكم خرابا، والنبوه الثانيه ان الهيكل لا يترك فيه حجر على حجر الا وينقض. أورشليم مدينة الملك العظيم، مقر رئاسة مملكة داوود، والهيكل اللي دعي عليه اسم الله وحل مجد الله عليه يوم دشنه سليمان، اللي تهدم وأعيد بنائه، ويجي السيد المسيح يفاجئ التلاميذ إن المدينة ستخرب والهيكل سيهدم. في بداية ملك المسيح الحقيقي كان لازم أورشليم تخرب والهيكل الأرضي يهدم عشان تثبت مملكة السيد المسيح السماوية. عشان نفهم معنى هذه الكلمات نرجع لبداية حكم سليمان. داود كان الملك وسميت المملكة على اسمه، وطلب من ربنا يبني الهيكل، وربنا قال له لا، انت ايديك دخلت حروب وامتلأت دماء، يجي ابنك هو اللي يبتدي في عصر السلام يبني المملكة. فبقى سليمان هو الوريث الرسمي لمملكة أبيه، واللي هيعيش في سلام ويبني الهيكل. بس عشان مملكة سليمان تثبت كان لازم سليمان يتخلص من ثلاثة: أدنيا وأبنير وبيسار الكاهن، وفيما بعد شمع ابن جيرة. ما كانش ينفع مملكة داود تثبت وفيها يؤاب الذي يسفك الدماء، دماء الأبرياء في السلم، ولا فيها أدنيا الشهواني اللي يطمع في المملكة وفي زوجة أبيه، ولا أبيسار الكاهن الكهنوت الضعيف اللي انحل بلعنة الله على عالي الكاهن ونسله. ما كانش يمكن تكون مملكة المسيح قائمة وفيها شهوة وفيها قتل وفيها كهنوت سوري وفيها خطايا، لازم كانت تتنقى. وعشان كده لما جه السيد المسيح يخلص العالم أراد إن ما يكونش الخلاص ده مبني على هيكل أرضي ولا على مدينة أرضية، ولكن قال هذه المدينة قامت بالرسالة بتاعتها، وهذا الهيكل قدمت فيه ذبائح لغاية خلاص أنا جيت الذبيح الجديد الوحيد، فمش محتاجين لا هيكل أرضي ولا مدينة أرضية، أنا هو الهيكل وأنا هو الذبيحة وأنا هو الكاهن. ودي نقطة مهمة جدا، إن أسبوع الآلام في رسائل كتيرة بتجيلنا، دي من ضمن الرسائل اللي موجودة. يعني اللحظات اللي بنقراها في أسبوع الآلام تتكلم عن إن الله لما صنع الجنة وخلقها لم يدع فيها أشجار مثمرة وغير مثمرة، أشجار مثمرة بس. إن الله لما أخطأ آدم طلعه من الجنة، لا يجب علينا ان احنا نترك امر غير صالح جوه الكنيسه. لازم ننتبه ان يملك المسيح في قلبي يجب ان يتطهر قلبي من المحبات الخاطئه ومن قسوه يؤاب ومن شهوات الدنيا وكل الضعفات الموجوده. طب والحل اذا كانت لازم مملكه المسيح في قلبي يجب ان تطهر وانا في ضعف؟ الحل الوحيد ان انا ادخل اقول له اصنع ابن داود، اخليه يدخل ليملك، بس يملك بالطريقة اللي هو عاوزها من خلال الصليب والألم والموت والقيامة، وليس بالطريقة اللي انا عاوزها مجد ارضي. الطريق مش صعب لو المسيح هو قام بي في حياتي، لو انا تركته انه ينقي وان هو يختار انه يعزل يهوذا ويقيم متياس، انه يعزل حنانيا وقيافة ويقيم 12 تلميذ يدينوا اسباط بني اسرائيل،
إن الكرازة تكون بالحكمة، حكمة الله، وليس بصنع المعجزات وليست بقوة السيف. لو تركته إنه يعمل في حياتي هينقي لي مملكته في قلبي، أو ينقي من قلبي كل ما تمسكت به كصور لمملكة زائفة. ربنا يدينا نعمة ويبارك حياتكم، له كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.